بيكم أصدقائي الأعزاء. معنا النهاردة صديقة جميلة من زمن رضا، بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد سقاياها بالكامل. رضا قوية بتتحدث صديقتنا الجميلة للإعاقة وبتعيش حياة سعيدة حتى لو جابتها لصقع. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى عقدها وتمارس مهامها اليومية بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متعدي الإعاقة. الحياة بتستمر رغم آلامها ومتاعبها،